حصد المعمل المركزي للمياه الجوفية والري على شهادة الأيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية لثلاثة أعوام من بداية عام 2022. وبذلك أصبح المعمل له الحق رسميا في وضع شعار الاعتماد الدولي على نتائج تحاليل التربة والمياه، وكذلك على التقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير النتائج. نجاح جديد يضاف إلى نجاحات قطاعات العمل المصرية بمختلف أنواعها. هنا في الوادي الجديد يحصد المعمل المركزي للمياه الجوفية والري شهادة الأيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة لثلاثة أعوام من بداية عام 2023 وحتى نهاية عام 2025، ليشمل بذلك مجال الاعتماد الممنوح للمعمل وهو المياه والتربة. طبعا بفضل الله المعمل المركزي حصل على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الوطني لاعتماد المعامل الإيجاك المصري اعتبارا من 12 يناير 2023 وبترخيص ممتد حتى 9 ديسمبر 2025 في التحاليل الرئيسية للتربة الكيميائية والفيزيائية. والمعمل طبعا سبق لي ان هو حصل على الاعتماد الدولي في التربة من 14/3/2013 بترخيص اول كان ممتد حتى 2017، ونجح المعمل المركزي بفضل الله في تجديد الاعتماد لترخيصين متتاليين، الثاني كان من 2017 ل 2021، والترخيص الثالث كان من 2021 ل 2025. تزويد المعمل المركزي للمياه الجوفية والري بالوادي الجديد والفروع المركزية بأحدث الأجهزة عالية التقنية ورفع كفاءة العاملين كان أحد أهم عوامل نجاحه في الحصول على شهادة الأيزو، والتي سيكون لها دورها في دعم متخذي القرار في اتخاذ القرارات اللازمة المعتمدة على نتائج وقياسات دقيقة. المعمل المركزي بالوادي الجديد حصل على اعتماد الدولي من 2013 ونجح في التمديد لغاية 2025. ومعنى الاعتماد يعني الثقة في نتائج الاختبار، وبالتالي دعم اتخاذ القرار السليم من ناحية طبيعة المية وجودتها للاستخدامات المختلفة. التوجه الحالي هو زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وبالتالي بيتم دراسة لأماكن جديدة من ناحية صلاحيتها للزراعة وكمان مشاكل قائمة بالفعل في التلوث. المعمل المركزي الذي يتبعه ثلاثة معامل فرعية بالمنيا وطنطا والدخلة أصبح له الحق رسميا في وضع شعار الاعتماد الدولي على نتائج تحاليل التربة والمياه، وكذلك على التقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير نتائج التحاليل للاستخدامات المختلفة استناداً للمواصفات والمعايير الواردة بقانون الري والأكواد المصرية والعالمية. هنا طبيعة العمل في المعمل بتاعنا إن احنا بنقوم بكتير من التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية لعينات التربة والمية، وده بيقدر يساعدني على تحديد نوعية المية. بالنسبة للمية طبعاً بنحدد لي نوعية المية دي للشرب أو للري، وده بيتم طبقا لمعايير وحدود معينة خاص بقرار الوزير الصحة ومنظمة الفاو. وبالنسبة للعينة عندي هنا بشوف طبيعة المية اللي عندي، نسبة الملوحة فيها ازاي بتأثر لي على طبيعة النبات والنبات المزروع في التربة. لم يكن هذا هو النجاح الأول للمعمل المركزي، فقد سجل في السابق نجاحات أخرى منها اجتيازه لدورات اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة، وكذلك بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونغ كونغ، وهو ما جعل معمل الوادي الجديد المركزي يقف ما بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.